لو خيرت في حياتك انك تمشي مع واحد صادق ولا كاذب، تختار من؟ أكيد بختار صادق، صادق ليش؟ راح أكون مرتاح وأكون صادق وأعرف كل شيء. خلاص. ولو بنا تكذب عليهم؟ ها؟ ولو بنا تكذب عليهم؟ هي مقاييس عندهم، يعني يقول يعني اذا بغيت شيء ولا شيء انك تكلمنا بشكل يعني خاص وزي كذا، يعني وجهة نظر قد تكون يعني عند بعضهم انه ما يتقبل يعني انك. هو هاني سألني قال الشباب ولا بعض الشباب؟ شنو السؤال كان؟ والله بصراحة ما كان، كنت اصور وقتها، اصور مع عبد المجيد، هو اعتقد جاء مقطع، كان مقطع مسجد، انا ما كنت موجود. اي مقطع عبد الله. انا ما كنت موجود، وقال ان عبد الله رد انا ما كنت موجود، كنت اضبط حق المسابقه. فلا تشيل هم يا رجل، انا مو شايل هم، اموري طيب ولا الحمد لله. مرتاح. الله يا ربي مرتاح. يزيدك من الخير ان شاء الله، شايل هم هم ويفرج على قلبي وقلبك وقلب كل مسلم وقلبهم بعد. سالني قال تعاني بعض الشباب داخل البرنامج، كذي كان صيغه السؤال. قلت له اي نعم معاني في بعض الشباب، نعم معاني منهم، وبالذات عبد العزيز ياني الحين تحت قدامي. اوكي كان موجود الصيغه بالضبط، كانت عبد العزيز قال ليش تكلم. قلت له عبد العزيز قط مره انا طلبت منك شيء انت رديتني فيه؟ قال لا. قلت له انا ما اقصدك في الكلام. الأنفس وكل واحد يعرف إن شاء الله اللي هو اللي عليه، وخلافات عادية ما مو ذاك الخلاف إن شاء الله. هل زين شيخ السابقة تكنسلت؟ ما في مشكلة، مو مشكلة، انتظر شوي وشوف وضعنا، عشان الوضع الآن مش لا لا خلاص مرتب. خلاص، الساعة واحدة التزام في الوقت ما في، انتهى. واحدة ونص الحين، واحدة ونص نعم طافت الحين، الساعة 1:45 تقريبا. هل ربع ساعة تنتهي من خلاص بتكنسل؟ هدي أعصابك يا ابني، بروح أشوف شيء أشغل فيه نفسي أفضل من أقعد ما فاضي عليك كذي. رجال، أشغل نفسك فيني، أقعد أبيك تهزئني وتطعني بال، أنا ما هزع أحد يا أبو، تطعني بالسكينة، بالسكينة أطعني فيها. شنو أنت مطعن متشك؟ ها تشك من بين، لا يبا لا. مطعن بعد؟ صلى الله عليه وسلم يقول رفع حديده، رفع حديده تفوجه أخيه لعنة الملائكة حتى يضعها. كيف؟ شكلها بغير لك، تغير الموضوع. هذه طريقة من الطرق اللي مش كويسة، انت تنسى الموضوع شوي. بعدين هذا وشي؟ حلال؟ صلصال. صلصال والله، حتى شكله زين والله صراحة. هذا حرام العب فيه، ودي خليه معي. الحين رايحين تحت البث يتناقشون، هذا الريايل، هذا الريايل يقول لك تحكم على ظهورنا. هذا اللي عايش جوه، هذا ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي عايش جوه. اسمعي زين، تبي نبتدي المسابقة؟ لا شوي، وليد جاي ومحسن جاي، ويجيب لك عبد المجيد جاي وسعد الهلزم جاي. قول له ساعتين اذا ما حد جاب نكنسل، خل الجدية شوي. لا لا سعد وليد لا خلاص. تصدق عاد اول شيء صراحة، يعني احيانا تصير هالمشاكل هذه. سعد اذا تصير المشاكل مثل هذه، مساقطع كلامك. تفضل اذا تصير، اذا تصير مثل المشاكل هذه لا ينكر كل شيء، خليك في نقطة الحوار. مو تي أربعة مليون ألف مرة قايل لهم يا ناس يا أوادم، إذا تبوا تحاتوني حاتوني بأدب عشان أعرف أرد عليكم بأدب. ما ألحق أرد على هذه يوني عشرة من هني، أرد على هذه يولي مليون من هني. طيب السؤال بس عشان أقول لك إياه الحين، أنا بقول لك إياه عشان بس صالح، قلت له أنت بالذات تسكت لأني أعرف شنو قاعد يصير. أعطيك التصور فقط، تصور بسيط إن شاء الله. حبيبي المشكلة أمرها خلافة بسيط وأمر سهل جدا، وهي فقط سوء على قولتهم سوء فهم. وزين انك انت انسحبت على طول، وهذا موقف ارانا كويس. انت تعرفني دائما انسحب، صارت مشاكل جاي انسحب، ما يبي لك. والامر الامر لانه واجهت هني طلعت عن طوري. انا قد حتى اذكر ذكرين مرات حتى تخيل يعني، تخيل يعني يجونك عشرة يحاتونك انت بروحك، انت بروحك يا سعد، وما تلحق ترد على واحد فيهم،
ما تقدر توصل كلامك لهم. وانت عارف الوضع الضغط. مثل الذئاب قاعد يفترسون قطو صغير. انت عارف الضغط ال 24 ساعه ضغط. انا وانا كنت عاقل وطول عمري انا تشوفني ما قلت طول عمري. ويود مسامحه يود على شغله بسيطه. تفضل. انت تقول لي اسكت. انت ايش تبيني اقول لك؟ اقول لك تعال طقني بعد. بس اقول قياسا على الايام اللي مرت فيها ترى وقتنا صعب 24 ساعه والتنافس والاشياء هذه مهما كان وتقع خلافات دائما حتى من ناس يعني في اشياء والله مو بتنافس هذا يا ابو والله تعافس مو بتنافس. انا فاهم عليك لو تنافس كان عرفوا شنو احترام التنافس شلون قاعد يصير احترموا اللي شيء اللي قاعد ما اقطع كلامك تفضل. لا حبيبي لا حبيبي انا شفني في يوم من الايام طلعت حتى في الكوفي شوروم ذا كونفنج شوروم ذا من حقهم شوروم ذا واعطيتهم كلمه اللي هي كانت حقت قص وهذه طلعت من طوري ليش؟ من الضغط ترى والله مضغوطين يا احمد ترى احنا نعاني. انا مو مضغوط انا بعكس من البحرين ما عندي ضغط ولا شيء بس انا قاعد اتكلم عن مبدا يعرفوني الان لي شهر واربع ايام يعرفني اذا بتحكى معايا يبا كلكم تسكتون واحد يحاكيني عشان ارد عليه. انت ما انت مضغوط يمكن هم مضغوطين خلهم مضغوطين بس حتى يحترمون خلاص كلهم ترى سكتوا وقفوا ايش لا ما سكتوا رايحين تحت البث وكانوا يقولوا خليهم يتكلموا عادي راحوا تحت البث يتكلمون هذا الرجال اللي طيب اجر يدعون الله اجر طيب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب شيء رح نسوي حلقة هنا وياك عيدها بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبي أنت أنت حامل القرآن المفروض أنت اللي تذكرني بهذه الآية صح؟ يا رجل صح؟ ما عليك بس خلتها يفضفض شوي يفضفض أكيد من حقي أمور بسيطة يا رجل إذا أنت فعلا حافظ القرآن وحامل القرآن وتعمل بالقرآن اعمل بهالآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب اذكر الله وإذا أنت مخلص النية ربي بيخليك تطمئن قل لا إله إلا الله نسوي المسابقة أنا وياك عطني الجائزة نسويها بهم بدونهم مسوينها عطني أنا بأخذ الجائزة لأن أنا وسعد لو هم يفكرون صح ويعرفون أنه خلاص معلي بقول له بقلبي يلا صريح اي بس تو ذكرت الله الحمد لله الحمد لله والله انك ريحتني في الآية اقسم بالله انك ريحتني الحمد لله يتركون خلاف على جنب ويفكرون باللي احنا حاطين الهدف الموجود له تمام لو ان شاء الله انا مكسر يده مكسر ريله يفكرون بالهدف اللي احنا كلنا متجمعين عليه ممتاز شو نسوي يا سياخ كباب ها والله من زين الصراصي مودي عادي مسوي منافسه بين الجميع إيه؟ ما بسوي منافسه الان مسوي مشاركه مع بعض حلاوه لا بسوي لوحه صرصار ونرسم صرصار لوحه اي واحده منهم جيب لي اي لوحه منها يا محسن تكفينا طيب. فيها اسمه طاولتين ايش نسوي هذه حرام وهذه خضراء الاخيره حرام يا اخي مكتوب عليها لفظ الجلاله ولا وين الصلاه والسلام قال صلى الله عليه حقت منصور عليه الصلاة والسلام يا هذه قول له اوكي مو مكتوب فيها لفظ الجلالة يعني ما عليه بس في غيرها ممكن مكتوب ما عليه خلاص بس خلني بشيلها كذا لا 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 تخربها تخرب. لا لا تخرب هو يبغاها هذه اللون هذه نصيحة لا خلاص هذه نصيحة اخوك زيتك هذا من فيصل بن قربه خلهم يتحكون تحت البث ليه خلاص يا احمد خلهم بسم الله نعم ابو محمد خل هذا تفوز بالجائزة ما نطلع بإثناء مثل الفوزوين ولا حق التفاح اللي رسمها نصين إيش الفكرة ضمير يشتغل عادي حتى لو كان في زعل طلع كذا طلع كشل ما ردها على قرتهم يعني إن ترى بنعيش مدة طويلة أنا اليوم يا أحمد زعلت عليك تمام أنا أقولها فعلا زعلت عليك بس عادي إذا أنا ما من هاني قال تمام دقيقة ركز معي انا زعلت منك لحظه واحده ازعل منك خلاص امشيها طيب اجي فهمت علي لحظه منك انا زعلت خلاص امشيها لانه انا مؤمن انه انا بقعد معك 90 يوم قدام اذا انا بزعل عليك 90 يوم كيف بعيش معك
حتى لو غلطت علي ممكن انا اجي اكلمك اقول ليش غلطت علي. زين انا جيت هنا عند الشباب تكلمت قلت ان احمد الله يهديه قال انه انا ما اخذت حقي مع الشباب، الشباب بعض الاحيان يجون ياخذون اللي عندي او يتكلمون او ياخذون مكاني. انا قلت للشباب انا كان عندي كلمه كنسلتها وخذ احمد، وفي الاخير يقولون انه انا ما اخذت حقي، عرفت؟ انا قلتها لك هنا حتى يوم قعدنا هنا. زين بس خلاص وقت راح. بس الرد على هذا الكلام هاني سالني السؤال شنو كان هاني شنو كان سؤاله؟ ما أذكر ولا ودي أذكر ولا ودي حتى تعيد السؤال. قال كل الشباب بعض الشباب قال الشباب يعني ما عمم ولا خصص ولا سوى. أنت بتتكلم الحين ترى يمكن أحد يسمع في أحد خلاص تعودنا بليس.